مع هذا القدوم المميز ومع هذا لنعود الى صدارة الشرطة. الكرام مستمعينا الاعزاء، اجتبي في هذا ننتظر بقية المجموعة الحالة لك هذا الشوق مع تحديات هذا الصراح تقوم الأسواق هذه اللحظات كان هناك أيضا القدوم من قبل شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر سالم بن طالع بن سالم يرفضي وهناك التحدي ايضا قدوم الشاهينية لهجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهوري في هذا الانطلاق تأتينا في ختام هذا الشوط الشاهينية الخدير بن عبيد بن علي على تجمي هذا التحدي والانحلال هذا الوصول هكذا هو المجاوزات وهكذا هو الانطلاق لتحدي الصباح متابعينا I'm sorry.
السايحة على ثاني المراكز اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم هنا محمد بن سعيد بن حلوة التبي من يقدم لنا عرض السايحة في هذا الشوط وانطلاقته من قبل انطلاقة وتواجد في هذه اللحظات هناك غارة من تبدأ بشن الغارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المممر سالم بن نايع بن سالم مع الأسماء الحاضرة الأسماء القادمة اللي يسعى الوصول مع سالم بن نايع بن سالم الغفوري في هذا التحدي والانطلاق من يطلق على نعود إلى صدارة الشوط، نعود إلى المقدمة، نعود إلى التحدي الأكبر. هذا اللقاء مع مفنوده، مع مفنوده اللي تأدي أداء كامل، اللي تأدي أداء كامل في هذا الشوط. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليك يا مفنوده، مفنوده في هذه اللحظات قدمت عرضا كبير بسم الله ما شاء الله من بداية الانطلاقة إلى هذه اللحظات وهي تبدع في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط بسيطرة كاملة شاملة لسعادة حميد بن سعيد النيادي، ولكن الخطورة تكمن هنا في هذه الحضور ومع هذا الانطلاق. ثاني المراكز نتابع هناك السائحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر محمد بن سعيد بن حلوة التبي ثالث المراكز مع هجن الرياسة والشاهينية هي اللي قادمة، الشاهينية لهجن الرياسة المضمر محمد بن عتيد بن زيتون المهري وانفصال هذه الأسماء الحاضرة. أيضا هناك انطلاقة غارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر سالم بن نايع بن سالم بشاوي الغضلي، وهكذا هو التحدي مع الأمتار الأخيرة. نكمل مع المركز الأول، نكمل مع مفنودة، نذهب مع مفنودة وانطلاقتها على أول المراكز سعادة حميد بن سعيد النيادي، ولكن هناك كلام آخر مع السائحة اللي بدت بالانطلاق بهذه اللحظات والاندفاع لمن ياهل ترى ناموس هذا الشوط. ثاني الأشواط الصباحية المنافسة تشتد ما بين مفنودة السائحة مفنودة السائحة مفنودة السائحة تنس الفرصة هنا مع بن حلوة، مع بن حلوة السايحة تذهب لصدارة الشوط. سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على الضمر محمد بن سعيد بن حلوة يا موسى للمدبر محمد بن سعيد بن حلوة التبي في هذا التحدي.